طيب يلا الحل. تمام. what happened if circulatory system cannot transmit the neutron to the nerve system other the nerve cell؟ تيتشر، هو nerve cell دي اللي هي يعني cell اللي في ال nervous system. السيلز اللي بتكون لي النيرفس سيستم. ده لا we ثاني we will die because بصي، هو احنا مش هنموت، بس السيلز هي اللي ممكن بس تموت. هنتأثر، هنتأثر صح؟ هي هتأثر، بس هي هتأثر على الموفمنت بتاعتنا، ممكن تأثر على الحركة بتاعتنا، ممكن تأثر على الرياكشنز بتاعنا. تمام، ممكن احنا عشان ما يعني بعد الشر اللي يعنينا. تمام، احنا مش هنموت لما ما يوصلش نيوترينس من النيرف سيل، لكن ده طبعا هيأثر على حركتنا، هيأثر على كلامنا، هيأثر على تفاعلنا مع الناس. تمام، فايه اللي هيحصل بقى لما السيركيلاتي سيستم ما تديش نيوترينس من النيرف سيل؟ طب تيتشر يعني ايه، يعني ايه مثلا هنضر في الانجليزي؟ طب حاولي تفكري فيها سنة، بس سنة صغيرة، حاولي تفكري فيها سنة صغيرة. البيزك كله نعم، هل البيزك مش سامعاكي. تيتشر، ويعني هو عشان احنا هنبقى مرضين عشان because the nerves So يعني احنا will be sick، we can't know we will anymore. be sick، احنا هنبقى sick، we can't move. طب قولي الأول ايه اللي هيحصل للنيرف سيل أصلا لما ما يوصلهاش نيوترونز؟ لما الايه ايه اللي هيحصل للنيرف سيل الأول قبل ما لما ما يوصلهاش نيوترونز؟ يعني قبل ما تأثر علينا احنا، النيرف سيل ايه اللي هيحصل لها أصلا؟ البيويك تتضعف. هتضعف، we will die. كمان ال nerve cell ممكن تموت. يبقى بصي، the nerve cells in nervous system need nutrients to perform their functions. ما جالهاش nutrients it cannot perform their functions، مش تقدر تعمل الدور بتاعها. بس كده الموضوع انتهى. تيتشر انا جاوبت غلط. لا، جاوبتي صح، انت بتحاولي، انت بتحاولي صح، بس انت كان ممكن تقولي هي جملة واحدة. النيوترينس بتساعد النيرف سيل ان هي تقوم بالدور بتاعها. طب ما عندهاش نيوترينس، خلاص مش تقوم بالدور بتاعها، يبقى it cannot perform their functions، مش تقدر ان هي تقوم بالدور بتاعها. بس كده، اوكي ده طبعا هيأثر على ال controlling of heart muscle، وهيأثر على controlling of stomach muscle، لأن النيرفوس سيستم هو اللي بيتحكم فيهم. تمام، فده طبعا اوكي هيأثر على controlling of heart and stomach muscles. بس كده، ماشي، شكرا يا حلا. يلا يا يلا، مين اللي بعد؟ يلا يا انا اسف، بس ثواني اجيب السكر على طول. ميت ميت هلا يا يلا. An organ A belongs to circulatory system. Excellent circulatory system. شكرا يا، طب حلي السؤال كله يا اسطى. Organ B belongs to digestive system. تمام، Organ that help in providing the body with needed nutrients. Organ B. تمام، Organ dash helps in transmitting the nutrients to all body parts. Organ A. تمام. يبقى organ A circulatory system، number 1 circulatory system، number 2 digestive system، number 3 any organ provides the body with needed nutrients، اكيد little B او organ B، number 4
مين اللي هيترانسميت النيوترينتس لي all body parts؟ اكيد organ A. يلا next، مين بعد؟ أنا بس يلا يلا. when muscle cells are coated together they form muscle لما tissues السيلز، بس قول تاني عشان مفيش. number B excellent letter B. يبقى السيلز لما بتتجمع مع بعض بتكون لي ايه؟ بتكون لي تيشوز. ماشي، شكرا يا احمد. يلا نكست. يلا يا شباب، مين اللي بعد احمد؟ مش انت بنت عليا؟ لا انا عايزه اعرف مين اللي بعد احمد. يلا يا رنا. اوكي يا اورجان muscles skeletal system is bone نعم، bone number بون طبعا. among the organs of musculoskeletal systems، ايه هي ال organs اللي في ال skeletal system؟ ال musculoskeletal هي البون. شكرا يا رن، amazing. يلا next، يلا صفو. nervous system depends on digestive system and circulatory system. nervous system depends on ايه؟ قولي فيها تاني معلش. digestive system digestive digestive system and circulatory system. excellent. طبعا ال nervous system بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ال digestive system and and circulatory system. بس نكمل بس قراية السؤال respectively، خد بالك respectively. ها in providing and trans transporting the nutrients. فعلا بس خد بالك من كلمة respectively دي يا شباب، لأن كلمة respectively هو عايزك تحطيهم بالترتيب. يعني كان ممكن يقولك في الأول transporting and providing، فأنت تشوفي مين اللي بيعمل transporting الأول وبعدين providing، مين اللي بينقل وبعدين مين اللي بيمد الجسم بالنيوترينتس. لكن هنا عشان ايه providing الأول وبعدين transporting، مين اللي بيمد الأول الجسم بالنيوترينتس وبعدين مين بينقل؟ ف digestive وبعدين circulatory. تمام، ناخد بالنا من كلمة أيوة. respectively دي عشان مهمة أوي. أنا قرأتها الأول بعد كده جاوبت تمام ماشي، قرأتها شكرا بس. يا شباب. يلا يا سارة، نعم يا مس. يلا give reason. Give reason for the following. Skeletal muscles are attached to the muscles. Muscles are attached to the bones of attached attached. أي to the point of finger. لما when we close our hands الفينجرز بتاعتنا بتميل. انت ممكن تخلصي اجابه السؤال ده في كلمتين، 3 كلمات بالظبط. انا ليه السكيلتال ماسلز بتبقى لازقه في البونز؟ ليه؟ بتساعدها على ايه؟ ايه ليه الماسلز، ليه السكيلتال ماسلز بتبقى لازقه في البونز؟ بتساعد البونز تعمل ايه؟ علشان نستخدم صوابعنا من غير ما توجعنا لما نيجي نقفلها او لا حاجة. ثواني، انت كده دخلتي على الكارتريدج. بصي يا ساره، انا دلوقتي اي بونز عندك، اي عظم عندك هتلاقي في لازق فيه سكيلتال ماسلز، عضلات، عضلات عظميه. طب هو لازق فيه عضلات عظميه ليه؟ تو الاف موفمنت، بس كده. بصي حفظت في 3 كلمات، تو الاف موفمنت، عشان يسمح بحركه العظم، بس كده الموضوع ده. يبقى انا اي بون تمام عندي، سواء في الارم، سواء في الليج، سواء في النك، سواء في الويست، اي بون لازق فيه ماسل تو الاو اتس موفمنت، عشان تسمح بالحركه بتاعته فقط. عارفه لو البون ما عليهوش ماسل البون مش هيتحرك لوحده، اللي بيرفع البون وبينزله الماسل. تمام، teacher, بس أنا كتبت because we need to move our fingers. تمام تمام صح برضه، عشان احنا عايزين نحرك الفينجرز بتاعتنا، صح؟
انا مش بقول لكم يعني على اجابه معينه ما حدش يكتب غيرها، لا بس اهم حاجه اجابتك تبقى برضو قريبه من الاجابه اللي انا قلتها، تمام؟ بس كده. طيب يلا يا تمام. يلا يا محمود، نمبر 1. ده مش موجود اساسا. محمود ما دخلش تاني. ما دخلش. محمود ما دخلش تاني. مين تاني خرج؟ سما. سامع سما يا تيتش. ومحمود. ماشي، سما ومحمود، تمام. طيب يلا يا يلا يا حلا. put your phone. One muscle a cell must work with thousands of other cells to be effective. صح، طبعا عشان هي true. المسل cell is very small. Excellent يا حلا، فعلا ال muscles of the cells very small so it can't work alone، ما تقدرش ان هي تشتغل لوحدها، so they must work with thousands of other cells، لازم تشتغل مع cells تانية to be effective عشان تبقى مؤثرة. يبقى number 1 2. يلا يا اسيا، number 2. In this situation, each system in the body works separately the other systems. False. خالص طبعا، ما بيشتغلوش separately، منفصلين، they work together، بيشتغلوا مع بعض. number 2 false. يلا يا احمد، number 3. بس هي فين ال question أصلا؟ اهو تحته، اخر واحد تحته. ال question فين؟ نعم مش باين عندي يا مصر. مش باين. طب انا هقراه لك. when you pull a rope، حالة أشاورك لك عليه. When you pull a rope towards you، لما أنت بتشد حبل اتجاهك، the muscle in front of upper arm relax، المسل اللي موجودة فوق بيحصلها relax. إيه رأيك؟ صح ولا غلط؟ True. ركز دلوقتي، ماسك أهو حبل بإيدك وبتشده اتجاهك أنت، أكنك بتعمل إيه؟ بتعمل إيه في الفور أرم؟ بتحركها اتجاه الشولدر بتاعك. هنا بيقول لك المصل اللي في الفرونت ارم او في الفرونت ابر ارم يحصلها ريلاكس، صح؟ فورس يا فورس. لا ماشي. طبعا، يحصلها كونتراكشن، تمام؟ فلما بنيجي نشد، هو بصوا احلى حاجه في المنهج ده، او احلى حاجه في المناهج بعد كده، انها بقت بتعمل الكويشنز تطبيقي. يعني ايه تطبيقي؟ يعني مش بتعتمد على حفظك للمنهج، لا هي بتعتمد ان انت فهمت المنهج فتقدر تطبقه. فممكن يجيب لك السؤال هنا: when you pull your forearm toward your shoulder the front muscles اللي هيحصل لها؟ طب ده اللي انت خدت. لا هو هنا بقى بيديك اكزامبل بقى من واقع حياتك، بيديك تطبيق بقى من حياتك. ايه اللي هيحصل لو انت شديت روب؟ هي لو شدينا حبل، هي لو حركنا الفورearm toward shoulder، تمام؟ طبعا نمبر 3 فولس. ماشي، شكرا يا شباب، that's it for today. في اي question؟ نعم، بس لازم. Thank you. تيتشر، حضرتك هتكتبي تيتشر